نظمت التنسيقية الوطنية للصحافة والإعلام الرقمي بالمغرب لقاء تواصلي لمدراء النشر حول تحديات المواقع الإلكترونية وحول إجحاف قانون الصحافة، وذلك يوم 20 يناير 2018 بمراكش. ويأتي هذا اللقاء التواصلي كمحطة لرصد الإنجازات وتدارك الأخطاء، وكذلك ضبط الجانبين التنظيمي والإداري. ديال التمديد ما بقاش ديك 15 فبراير ولا 15، هذا ما بقاش، سالينا النقاش ديال التمديد، سالينا كان ديك الساعة نقاش تمديد، وحنا باقي ما كنتحدوش على التعديل. لما تمني الحديث على التعديل قلت أن التمديد ما بقاش مطروح لأن دخلنا للتعديلات. الآن القانون لا تمديد فيه إلا بعد ما يدير التعديل. ما بقاش نقاش ديال التمديد دابا. ثم لما قلنا 10 سنوات ما قلناش على أصحاب التصاريح دابا. 10 سنوات نحن نتحدث على الناس اللي غينشئوا المواقع ديالهم. من جهة ما حققته التنسيقية في إطار تقديمها لبعض المقترحات المتعلقة بتعديل القانون، وكذلك الوقوف الجانب التنظيمي للمواقع الإلكترونية المتواجدة بالتنسيقية حول الوضعية القانونية والإدارية لكل صحيفة إلكترونية. الصحافة هو فرصة لتدارك ما تم من أخطاء في القانون الأول، وبحول الله غتكون هناك واحد نسخة ديال مدونة الصحافة منقحة ومحكمة ومضبوطة، خاصة على مستوى القوانين المتعلقة بالصحافة الإلكترونية اللي غتكون حاضرة بقوة على مستوى التعديل القانوني. هذه كتساهم في تدمير ديال المجتمعات. هذه غنسمي انا صدق الخبر، ما عندها مصداقية، لأن الصحافة اللي عندها نتائج عكسية. واش تساهم بشكل أو بآخر في تدمير ديال المجتمع، مجتمعي كيف ما كان نوعه؟ ليست بصحافة، وتتبرأ منها الصحافة، لأن الصحافة دورها أخلاقي وبنائي.